إذا عم تشتري دواء بلبنان هو على الأرجح دواء مستورد، وعلى الأرجح عم تشتري من وحدة من الشركات الثمانية اللي بتملك أكترية وكالات الأدوية والمستحضرات الطبية، من دواء القلب والسكري للبانادول والفوط الصحية ومعجون الأسنان. يعني على الأرجح عم تشتري من كارتال الدواء بلبنان، وهيدا الكارتال لازم يتفكك تما تصير صحة الناس مجرد رقم بميزانيات 8 شركات، وبداله لازم يتم تشجيع الصناعة المحلية لأنه بتساهم بتخفيض أسعار الأدوية، بتأمين للأمن الدوائي، وبتحرير صحة الناس من سطوة شركات الاستيراد. عم نحكي عن كارتال للدواء لأنه عدد قليل من الشركات مسيطر على السوق وقادر يتحكم بالأسعار وبالإنتاج. بتشتغل هالشركات خارج أي منافسة، وبكتير من الأحيان خارج رقابة من الدولة. هيدي الأدوية لقلنا من لقلهم، ما لا يتجروا فيها، هيدي حقنا. تيقدر كارتال الدواء يسيطر على السوق لازم يكون مسيطر على الإرادة السياسية ويمنع أي محاولة لتنظيم أو تطوير القطاع. من الستين لهلأ صار في أكثر من 7 محاولات لتنظيم السوق، وكل مرة قدر يتصدى لكارتال الدواء ويفشلها من خلال قطع الدواء وابتزاز الدولة بصحة الناس. وهيدا اللي حاليا عم بيصير مع الانهيار المالي والاقتصادي. بعد ما استفادت شركات الدواء من سنوات من السعر الغالي المدعوم من الدولة، قدرت تحتفظ على احتكارها للسوق رغم الأزمة المالية. بالأول استفادت الشركات من دعم أسعار الأدوية على سعر الصرف الرسمي. مع تطور الأزمة لقيت الشركات أنه مصلحتها بتقتضي رفع الدعم لتحقيق نسبة ربح أعلى بالدولار الفريش، وفرضت أنه ينحصر الدعم بجزء صغير جدا من أدوية الأمراض المستعصية. تنفهم خطورة كارتال الدواء لازم نعرف أنه بلبنان سوق الدواء قائم أساساً على الاستيراد، وهالاستيراد بإيد عدد قليل من الشركات يلي بتتحكم بأكترية الأدوية يلي منستهلكها. في 120 مؤسسة بتملك إجازات لاستيراد الدواء، من بيناتهم في 44 شركة بتحتكر 90% بالسوق. بس بالواقع الغالبية الساحقة من وكالات الأدوية والمستحضرات الطبية محصورة بإيد 8 شركات بس بتهيمن عليها 10 عيال. حجم عمليات القطاع بلغ 1.36 مليار دولار سنوياً بآخر 10 سنين. توصل الأرباح بهالسوق لتقريباً 30% من سعر الدواء، يلي هو نسبة عالية مقارنة بفرنسا مثلاً وين الربح بيوصل ل 13.6%. بيسيطر الكارتال على السوق من خلال أولاً سعر الدواء. بغياب المنافسة بتقدر الشركات المستوردة تفرض السعر يلي هي بدها إياه وتحقق نسبة أرباح مرتفعة. ثانياً من خلال السيطرة على الأدوية المتوفرة، قادرة هالشركات بالنظام الموجود تسيطر على رخص ووكالات لأدوية بديلة عن الماركات يلي هي بتبيعها ويلي قادرة تكون أرخص بكتير. بلبنان بعد نسبة استهلاك الدواء الجينيريك واطية، لأنه شركات الأدوية ما رح يناسبها الخيارات الأرخص لأنه ما رح تناسب ميزانيتها. ثالثا من خلال عرقلة تطور الصناعة المحلية للأدوية الجينيريك، لأن المنافس الأول لشركات استيراد الدواء. أسعار الدواء الجينيريك فيها توصل ل 70% أقل من الدواء المستورد. بلبنان ما بيتعدى استهلاك الأدوية المصنعة محلياً ل 20%. الصناعة المحلية بيتطلب إرادة سياسية يلي لليوم مسيطر عليها كارتال الدواء. رابعاً وأخيراً تأثير على وصفة الدواء من خلال علاقاتهم مع الحكمة. بتأثر شركات الدواء على الأدوية يلي بيوصفوها الحكمة للمرضى. بياخد هالتشبيك أشكال كتيرة، من منح عينات مجانية للتسويق لتمويل مشاركات بمؤتمرات دولية وغيرها. بهالطريقة بتقدر الشركات تزيد مبيع أدويتها بدل الأدوية كان ممكن تكون أرخص. إذا بتفكروا بهالعلاقة، القوة مش دايماً للحكيم بس لمدير تسويق شركات الأدوية يلي عم يوصف الدواء. إذا في شيء اكتشفناه خلال الانهيار هو كلفة الاحتكار على الدولة والمجتمع. بعد ما صارت الشركات تقطع الأدوية عن السوق بكل مرة كان بدها تضغط باتجاه قرار معين. اليوم مثل بكتير مجالات احتكار سوق الدواء عم بيتاجر بروح الناس. تفكيك كارتال الدواء لازم يكون من الأولويات السياسية. في عدد من الاقتراحات ممكن تكسر هالاحتكار، من أهمها تشجيع الصناعة المحلية للأدوية الجينيريك يلي مش بس عنده فايدة اقتصادية بس إنسانية كمان. هو بيحدد إذا الاقتصاد بلبنان لمصلحة عدد صغير من الأشخاص أو للمصلحة العامة.